رحب اتحاد قبائل سيناء بوفد الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في زيارته لمدينه العريش. وقام وفد الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه برئاسه اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه وعمر الفقي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب بزياره مستشفى العريش العام. وتفقد الوفد المستشفى وزاروا المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم كما توجهوا لمعبر رفح البري لتفقد المساعدات المقدمه لاهالي القطاع عبر المعبر. ضمن الجسر البري الإغاثي تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء كانت في طي النسيان لعقود طويلة ولم تكن ترى أي زيارات أو اهتمامات من كبار المسؤولين الذين كانوا يجبون كل محافظات مصر إلا سيناء ولكن الرئيس السيسي رأيناه يحرص على زيارة سيناء ورئيس الوزراء وجميع الوزراء اصبحت سيناء له مكانه كبيره لديهم واما عن الاوضاع الراهنه في غزه فاقول ان الرئيس السيسي حسم ملف تهجير التهجير ومحاولات جيش الاحتلال الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزه الى سيناء وجعل قضية سيناء في بؤرة اهتمامات العالم وقضية الفلسطينية لأول مرة في بؤرة اهتمامات العالم ونشاهد معظم دول العالم ابتدت تتف حول القضية الفلسطينية المشاريع الجديده اللي بتتعمل والتطور الكبير ان شاء الله اللي هيحصل في سيناء واحنا كمان بنوعدكم ان الشعب البطل الشعب السيناوي البطل اللي وقف ضد الاحتلال الاسرائيلي واللي وقف ضد الارهاب احنا هيكون في اولويه اهتمامنا كاعلام مصري بصفه عامه وطبعا الشركه المتحده كجزء منه الاقدار كتبت على اهالي محافظه شمال سيناء أن يكونوا خط الدفاع الأول من الاتجاه الشرقي لمصر، وهو أخطر الاتجاهات، وكلنا طبعاً عارفين التاريخ، وعارفين إن مصر لم ت... لم يحدث عليها أي نوع من التعديات أو الحروب من الاتجاهات الأخرى سوى الاتجاه الشرقي، إن أنا بقطع على نفسي عهداً أمامكم، وامام كل ضيوفنا ان فعلا محافظه شمال سينا سوف تكون سله الغذاء لمصر بالكامل واحنا قدامنا يعني بالكثير ست شهور وحتكون وسط سينا اللي كانت عبء على التنميه اصبحت هي مركز التنميه وذلك بزراعه 351 ألف فدان من محطة معالجة مياه بحر البقر اللي افتتحها السيد رئيس الجمهورية من حوالي ست شهور وإحنا البنية الأساسية شغالة وعلى وشك الانتهاء وحتكون منطقة وسط سيناء زي ما بقول اللي كانت عبء على التنمية حتبقى أحد مراكز التنمية